تغطيتنا لليوم عن تويوتا فورشنر بنسخة الفي 6 الست اسطوانات بالإضافة لمحرك الأربع اسطوانات. بنتكلم بعد التغطية عن كامل المواصفات والمميزات اللي موجودة على السيارتين بشكل سريع، فخلونا نبدأ هذه التغطية. قبل لا نبدأ هذه التغطية لا تنسى الاشتراك والاعجاب بالفيديو دعما للقناة، واكتبوا لنا في التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم في الايام الجاية. السلام عليكم ورحمة الله، اسعد الله اوقاتكم بكل خير متابعنا غالي. كالعادة سائل تغطياتنا اليوم نتكلم عن العلامة اليابانية، نتكلم بالتحديد عن علامة تويوتا، نستعرض مع بعض جناح سيارات الـSUV خصوص سيارات تويوتا، تويوتا فورشنر الموديل 2021 بالتحديثات الجديدة اللي حصلت عليها. بعد التغطية بنتكلم عن كامل المواصفات والاختلافات ما بين محرك بي 6 والأربع اسطوانات بشكل كامل. نبدأ تقييمنا أكيد بمحرك بي الأربع اسطوانات. بالنسبة للواجهة الأمامية طبعا فيها إضاءات كلها LED، بالنسبة للعالي والواطي كلها LED، لكن تتميز أكيد الاختلافات أو الإضافات أكيد موجودة على محرك بي 6. حساسات أمامية وكشاف ضباب أكيد، طبعا الكروم اللي موجود بهذا الجزء بشكل كامل، ابدأ من هذا الجزء وانتهي معنا بهذا الجزء. أما بالنسبة للأربع اسطوانات فبلاستيك باللون الفضي بشكل كامل عليها. هذه الاختلافات اللي موجودة في الواجهة الأمامية، لا ننسى الحساسات اللي موجودة أكيد بشكل كامل. مثل ما ذكرنا انه حصلت عليها تحديثات بسيطة بالنسبة للواجهة الامامية. ننتقل بعد كذا للجزء الجانبي. بالنسبة للمقاس الجنب فكل السيارتين فيها نفس المقاس، فبنتكلم في اخر التغطية عن مقاس الجنب فيها بالتحديد. اشارات بالمرايات، مقابض مطلية بالكروم، ودعاسات جانبية، وبالاخير الزعنف اللي موجودة بالسك. اما الجزء الجانبي، أما الجزء الخلفي فإضاءات LED، حساسات خلفية، شعار الفئة VGX. طبعا من الحاجات الجميلة اللي انضافت فيها برضو في الجزء الخلفي الإضاءات صارت كلها LED، كشاف ضباب خلفي، حساسات خلفية، وكاميرا خلفية أكيد متصلة بشاشة أمامية. وفي النهاية هذا الجزء، طبعا هذا الجزء جاي بشكل كامل من البلاستيك باللون الفضي. نتكلم عن محرك V6، نبدأ بالجزء الجانبي. الجزء الجانبي طبعا دعاسات كلها عليها الثنتين، مقابض مطلية بالكروم، والإشارات كلها موجودة على السيارتين، لكن الإضافة اللي موجودة عليها أكيد العوارض اللي بالسك باللون الفضي، موجود عليها عوارض. وهذا الجزء مثل ما ذكرنا جاي من الكروم بشكل كامل، على عكس الأربع اسطوانات جاي بلاستيك باللون الفضي. شعار الفئة في 6 ست اسطوانات، هذا شعار المحرك وهذا شعار الفئة في 6، وكاميرا خلفية متصلة مثل ما ذكرنا بشاشة أمامية. أعطونا رأيكم وش تفضلون، محرك في 6 أو محرك أربع اسطوانات. بالنسبة لتقييم استهلاك الوقود الجزء المهم اللي يهم أغلب الناس، الغريب في الأمر إن شوف تقييم استهلاك الوقود ما بين السيارتين ما فيها اختلاف كبير، مع إن اختلاف كبير في إمكانيات المحرك. على ذكر إمكانيات المحرك خلونا نتكلم عن إمكانيات المحرك وبعدين بنشوف تقييم استهلاك الوقود. بالنسبة لإمكانيات المحرك طبعا محرك V6 ست اسطوانات دفع رباعي فيها الدبل الثقيل والخفيف كله، بالإضافة ل الأحصنة فيها 235 حصان، والعزم أكيد 376 نيوتن متر. هذه إمكانيات المحرك متصل أكيد بغير 6 سرعات. أما بالنسبة للأربع أسطوانات فالإمكانيات فيها أربع أسطوانات دفع خلفي، طبعا للمعلومية ما يدفع الرباعي، لكن كتقييم استهلاك الوقود تقريبا كل السيارتين فيها نفس التقييم، فرق تقريبا 100 متر ما بين الدفع الرباعي والدفع الخلفي.
فمثل ما ذكرنا أربع أسطوانات دفع خلفي 2700 سي سي أو 2.7 لتر، الأحصنة فيها 164 حصان والعزم 245 نيوتن متر، كإمكانيات المحرك فيها بشكل كامل. فأعطونا اختياراتكم وش تفضلون، الفي 6 أو الأربع أسطوانات، مع العلم أن تقييم استهلاك القوة صدمة. سيارتين طبعا نبدأ به، نبدأ بالفي 6، نبدأ بالأربع أسطوانات. كلية البنزين بمشي كم؟ 10.7 كيلو. التقييم متوسط، تقييم متوسط دفع خلفي طبعا هنا تقريبا ما في اختلاف. الحين بنشوف الست أسطوانات وعطونا رأيكم مع الإمكانيات، مع الأحسن اللي شفناها من شوي، لكن ولا فرق 1 كيلو، كلها أمتار بس. طبعا هنا يمشي كم؟ 9.6 كيلو. التقييم نعم هنا سيء وهناك متوسط، دفع رباعي 4000 سي سي، كإمكانيات لها بشكل كامل. مثل ما لاحظتم مسألة تقييم استهلاك الخوض فيها تقريبا الاختلاف ما بين الست اسطوانات والاربع اسطوانات اختلافات جدا بسيطه، مع ان المحرك طبعا امكانيات المحرك بالفي 6 او الست اسطوانات امكانياتها عاليه، فرق كبير في الاحصنه، فرق كبير في العزم. بنشوف المواصفات والامكانيات والمميزات اللي موجوده عليها بالجزء الداخلي بشكل كامل، فاكيد راح نبدا بالجزء الخلفي. بالنسبة للجزء الخلفي تويوتا فورشنال، نبدأ بالأربع أسطوانات وهذا الجزء الخلفي. أكيد هذه المساحة موجودة لأدوات الرفع فيها بشكل كامل. طبعا عجز تويوتا فورشنال صعب التحريك فيها، مو مثل بعض السيارات، بعض السيارات بكل سهولة، أما تويوتا فورشنال تشوف فيها بعض التعديلات البسيطة، يعني بعض الأماكن مخفية فيها مساحة تخزين بهذاك الجزء وهذا الجزء مساحة تخزين. أكيد المرتبة اللي بالوسط معروفة مساحتها، المساحة الخلفية معروفة تقريبا تحمل معك أغراض بسيطة بهذا الجزء، وهذا أدواتها بشكل كامل. طبعا في اختلاف حتى في الأدوات راح تلاحظون بعد شوي. طبعا من الحاجات اللي تلفت النظر ان هنا ما في مطبخ، طبعا مثل ما انتم شايفين المطبخ ما في، لكن فيها سجاده وفيها الدعسات الارضيه وهنا الشنطه. شوفوا حجم الشنطه وبنشوفها بعد شوي الشنطه الثانيه. اضاءتها خلف طبعا اضاءه اللوحات كلها هيلوجين، ان كان الفي 6 او الاربع اسطوانات كلها هيلوجين. طبعا التقييم مثل ما قلنا متوسط، على عكس ذاك سيء، لكن اذا كنا بنتكلم عن عدد الكيلوات فالفرق بسيط. هنا ما في فتحات تكييف، التكييف مو بشكل كامل بالجزء الخلفي، بشكل بسيط، منفذ 12 فولت كله عليها، منفذ يو اس بي موجود عليها، تكايه بالوسط. مقابض كروم، وهذا الجزء طبعا بلاستيك، وهذا الجزء جاي كروم كله بلاستيك بشكل كامل مخمل. مساحة تخزين بالأسفل، وهنا مقابض كروم، مساحة تخزين بشكل كامل. هذه أدوات، هي أدوات قصدي حملات أكواب، فتح الشنطة، أنا قلت فتح الشنطة قصدي فتح بطل المحرك وفتح البنزين. على ذكر المحرك طبعا تحمل معك 80 لتر بنزين. هذا الجزء جاي بيان بلاك، التكييف فيه يدوي، هذه الشاشة تقريبا جاي 6 انش فيها منفذ يو اس بي هنا بدون فتحات تبريد بالدرج. طبعا
نلاحظ هذه الاختلافات اللي بذكرها راح نشوفها بعد شوي. الجير طبعا في كل سيارتين درايف مود، البريك يدوي، ثبت السرعة. هذا الجزء تحكم بالدركسون أو التحكم بالستيرينج بشكل كامل بهذا الجزء، طبعا يختصر في عدال الرحلات هنا. أما هذا الجزء فبالميديا والصوت والرد على المكالمات. الشاشة بسيطة، يدوي بلوتوث و FM و USB بس. الشماسات ما فيها مرايات، للسايق أما الراكب فيها مرايات، حملات مثل الوفارة. هذه مواصفاتها بشكل كامل. طبعا هذا الجزء كله بيانو بلاك، هذا الجزء كله بلاستيك، هذا الجزء جلد. هنا التحكم بالإضاءة وهنا التحكم بالمساحات وهذه السماعات. ضي المرايات الجانبية كهربائية، نوافذ كهربائية بشكل كامل. خلونا نشوف هذه الجزء الخلفي، نفس الإمكانيات ونفس المواصفات مثل ما ذكرنا. هذا الجزء وهذا الجزء كله نفس المواصفات بالمساحة الخلفية، فيها نفس المساحة الخلفية بالنسبة لست الصوانات والأربع صوانات، الإضاءات والكاميرات كلها عليها. نجي لهذا الجزء، طبعا بهذاك الجزء كان بلاستيك، أما هنا فتطعيمات بيانو بلاك، وهذا الجزء جاي كروم بشكل كامل. طبعا كروم الأرضية فيها إضاءة باللون الأزرق. هنا التحكم بشكل كامل بالتكييف، بشكل كامل التحكم بالتكييف. إضاءات معنا هيلوجين، نفس حملات الأكواب اللي في الأربع صوانات. طبعا المراتب في السيارتين كلها التحكم في يدوي. هنا بيانو بلاك، تطعيمات كروم، هنا زيت بالحساسات الأمامية مثل ما قلنا الخارج. والشاشة هنا أعرض تقريبا جاية 8 إنش أو 9 إنش. التحكم بالتكييف طبعا هنا لمس بشكل كامل، وهذا الجزء جاي تخشيب على عكس هذا. طبعا هناك تجي بيانو بلاك وتجي هنا أفخم، تجي هنا بيانو بلاك بعد كذا. إذا جات هناك بيانو بلاك هنا تجي تخشيب، إذا جات هنا تخشيب. المهم إن هناك إذا كان بيانو بلاك هنا تخشيب مثل ما هو ملاحظ. هذا تخشيب وضع الدبل الجير مثل ما قلنا، 6 سرعات، درايف مود، تراكشن أو مانع الانزلاق، هذا الدرج والبريك. هنا الغافة الجديدة طبعا قارف 1، التخشيب اللي موجود على الدركسون. خلونا نكبر الكاميرا أو نغير الكاميرا. التخشيب اللي موجود على الدركسون وقارف 1 خلف الدركسون. الدركسون مكسو بالجلد وبالتطريز الأبيض. كلها ما فيها مرايات. نجي للسعر. هنا طبعا بالنسبة للأربع أسطوانات سعره بكم؟ سعره 113، هنا سعره 145، طبعا كلها بعد الخصم. أما قبل الخصم فسعر الأربع أسطوانات ب 117، وبعد الخصم مثل ما ذكرنا ب 113، وهنا ب 150، 151، وبعد الخصم ب 145. نجي للاختلافات أو الإضافات. هنا طبعا كل الإضافات موجودة هنا. أول شيء الكروم اللي موجود في الواجهة الأمامية، هنا بلاستيك في الأربع أسطوانات، بالإضافة للحساسات وكشاف الضباب كلها موجودة هنا. أما بالنسبة للفي 6 بدون كشاف وبدون حساسات أمامية. أما الجزء الخلفي فالكروم اللي موجود على الشنطة الخلفية بالست أسطوانات، أما الأربع أسطوانات فبلاستيك باللون الفضي. الجزء الداخلي فتحات للتبريد بشكل كامل اللي موجودة، التحكم بشكل كامل بالخلف على عكس هذه. بالإضافة لي
الكروم اللي موجود على الابواب والبيانو بلاك. طبعا هنا بيانو بلاك، اما هناك بلاستيك فقط باللون الاسود. والتخشيب اللي موجود على الدركسون، الدركسون مكسوب الجلد وقرفون خلف الدركسون، والشاشة هنا اعرض، وهذا الجزء جايب التخشيب. ومثل ما قلنا اختلاف السعر في السيارتين. اتمنى تقتنعوا على اعجابكم، مثل ما قلنا في البداية راح نكررها في النهاية، لا تنسى الاشتراك بالقناة ودعم البلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالمستقبل. طبعا هنا مقاس الجنب 17 انش، في امان الله.